مولود الدلو كل شيء مسموح لك حتى تاريخ 21 حزيران. الشمس موجودة بالجوزاء يلي بينضم لها عطارد بالأسبوع المقبل نهار الخميس، وبيعزف لك لحن حلو كتير بيتحدث عن نجاح وارتقاء وانتصار وعن تغيير مناسب ومشروع مهم بيتجسد وحظ وحب، بتعيش أجواء مميزة بتخليك تنطلق للمقدمة بفضل مهاراتك وقدراتك على التكيف مع المستجدات بحكمة وانفتاح. لكن بدك تنتبه بس من نهار السبت لأنه في أعمال عم تتراكم، مهمات كتيرة، وجود القمر بمواجهة برجك من العقرب بتخلي تشتت أفكارك أو تعاني من مشاكل مهنية ومالية، ما تترك شيء يبعدك عن خياراتك ومسار أعمالك. بتتبدل التأثيرات الفلكية مع انتقال القمر لبرج القوس يومي الأحد والاثنين، ما يعني تقدم إبداع طلاقة بالكلام والأفكار. مشان هيك حاول أنك تستغل الأجواء المفيدة والمميزة، أنت الأقوى والأكثر حظاً بين الأبراج. هيدا الوقت هو مهم ومناسب لك حتى توسع دائرة تحركاتك على كافة العصيدة. إن كان التواصل مع الآخرين رح يكون سهل ومثمر وبناء، لأنه القدر عم يحمل لك نجاحات وانتصارات وانفراجات كبيرة كلها عم بتصب لمصلحتك. لكن ما رح تمشي الأمور مثل ما أنت بدك الثلاثة والأربعة مع انتقال القمر الجدي لمواجهة برجك، يعني عندك يومين صعبين فيهم مفاجآت، أحداث، انقلابات، وتأجيل، تأخير، زعل ممكن تضطر فيه لإعادة النظر ببعض المشاريع والقرارات والإجراءات يلي أنت أخذها بسبب صفقة مالية أو ارتباط مهني. من جديد بتتحسن أوضاعك مع انتقال القمر لبرجك يومي الخميس والجمعة، بيكون عندك عم تقدر تساوم، بتنجح، بتصادف ظروف بأفضل مهمات لك، بتكون في عندك اتصالات غنية جدا، ممكن تحقق صفقة ممتازة، يومين كتير حلوين حاول انك تستفيد منهم. عاطفيا بدك تنتبه من المشاكل بهالفترة الصعبة مع انتقال الزهرة لمواجهة برجك يلي بينضم للمريخ ببرج الأسد، بخليك تخضع لكافة أنواع الاختبارات الصعبة بسبب الطاقة الفلكية الجارفة والأوضاع المتقلبة، بتضطر فيها لتقديم التنازلات والقبول بشروط الشريك. أما العازب بينصحك الفلك أنك تحافظ على علاقاتك العاطفية بعيدا عن سوء التفاهم أو المسائل المزعجة أو البلبلة.